السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناة إلكتروسوفيان. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سيكون فيديو قصير خاص بدورة إيسيات الباور. فقط معلومة بسيطة جدا، وهي أنه هذه الإيسيات التي تكون مباشرة مع المحول، على سبيل المثال هذا الإيسي هنا، هو يضم بداخله منظومة تقطيع، وليس فقط مذبذب وليس فقط مصفت، بمعنى أنه يضم دائرة التقطيع ويضم أيضا المصفت الذي يقوم بالتقطيع، بحيث أن هذا لوحده هو منظومة تقطيع. جيد، هذا النوع. بالنسبة لأنواع الـ SMD، خصوصا التي تكون في شواحن اللابتوب وما إلى ذلك، يكون الـ AC SMD ومصفت، أو تكون في باور سبلاي عادي جدا يكون AC ومصفت. على سبيل المثال هذه شاشة ليد، هل المصفت موجود أسفل هذا الجزء الأسود، و AC تقطيع صغير جدا بحجم النملة موجود هنا كما تلاحظون. ها هو، هذا هو AC تقطيع الصغير هنا، هذا الجزء الأسود الصغير هنا، هذا هو إيسي التقطيع. لاحظ هذه الست أطراف الصغيرة، هو إيسي التقطيع. جيد، إذا أحاول أن يعني أوضح الفكرة جيدا، وهي أنه يمكن أن تكون منظومة التقطيع مجتمعة في قطعة واحدة، يمكن أن تكون قطعتين. جيد، هنا لدينا قطعتين إيسي ومصفت، هنا لدينا قطعة واحدة تجمع كلا الشيئين. جيد، لكن الفكرة النمطية هي أن عندما تكون مجتمعة تكون المصفت والإيسي يكون هذا الحجم. جيد، يكون هذا الحجم أو ما أكبر، حتى لا ندقق كثيرا، يعني يمكن أن يكون حتى أكبر على سبيل المثال هكذا. جيد، لكن يكون أصغر حجم هو هذا، وهي الفكرة الخاطئة التي نود تصحيحها من خلال هذا الشرح. جيد، يعني أن كون أنه منظومة التقطيع ليس شرطا أن يكون كبيرا، وفي نفس الوقت مستحيل أن يكون بهذا الشكل. جيد، يعني هذا النوع الموجود الذي رأيته هنا، هذا النوع مستحيل أن يضم مصفت بداخله. جيد، لماذا؟ لأن طريقة تغذيته وطريقة ربطه بالمحول تفرض ذلك. لو وجدنا إيسي صغير بهذا الحجم بتركيبة أخرى، يعني على سبيل المثال مرتبط بعد الدران، يعني به مصفت داخلي. هذه معلومة يعني لا يتناقش عليها اثنان. جيد، إذا الفكرة تقول أنه ليس شرطا أن يكون الإيسي بهذا الحجم ليكون بداخله مصفت. جيد، وفي نفس الوقت الإيسي الصغير ست أطراف لا يضم مصفت. جيد، إذا أين الجديد؟ الجديد هو هنا، سنأتي ببوردة. لاحظ هذه بوردة باور، هذا الإيسي هنا هو موجود لوحده، هذا الإيسي موجود لوحده ليس معه مصفت. لماذا؟ هذا الإيسي نفسه، لاحظ معي، هذا هو الإيسي الموجود صغير، هو نفسه هذا الإيسي في باكيج كبير. لاحظ TNY، هذا هو اسمه TNY27PN، وسبق شرحه على القناة. طبعا هذا الإيسي موجود على القناة ضمن دورة سلسلة إيسي الباور. هذا الإيسي كما تلاحظون هو نفسه هذا، سنحاول إظهار الرقم هنا أيضا إن كان يظهر، طبعا لأنه يعني معروف فقط من التركيبة، يعني حتى نكون واضحين فهو معروف من التركيبة وليس من الاسم. لاحظ TNY176DG. جيد، هو معروف فقط من التركيبة ليس إلا، لكن الاسم واضح أنه مطابق. جيد، إذن الفكرة، لاحظ معي جيدا حتى تتضح لك الأمور إلى أقصى درجة. لاحظ هنا المكتف الكبير، المحول، إيسي التقطيع، إيسي التقطيع صغير، إيسي التقطيع SMD. ستقول لي ما الفرق، لماذا لم نركب هذا وركبنا هذا؟ الفرق بسيط، لأن الوات الذي نحتاجه هنا هو صغير، لذلك نستعمل هذا الإيسي الصغير. جيد، لذلك فكون الإيسي SMD ليس شرطا أن تجد معهم المصفت. جيد، كون أن الإيسي الصغير SMD ليس شرطا أن تجد معهم المصفت. لاحظ هو مرتبط مع المحول. بعد ذلك يعني وصلت المعلومة، سنقوم بالتعرف على أطراف الإيسي. فتحنا الجهاز، فتحناه وتعرفنا على المعلومة. الآن سنقوم بمحاولة التعرف على الأطراف كالعادة. إذا لاحظ معي، أولا المحول هو ملفين، ملف من هنا إلى هنا، المحول ملف من هنا إلى هنا، وملف من هنا إلى هنا. جيد، يعني ملفين. جيد، لاحظ معي هذه الأربع أطراف مرتبطة مع أرض المكتف. لاحظ هاي هنا أرض المكتف، هو هذا
لاحظ هو هذا أرضي مكتف، هو هذا مرتبط عبر أربع أطراف مع أرضي مكتف، وها هو الطرف الأول هنا، بحيث أن الإي سي يكون واقفا بهذه الشكلة لتتضح الصورة أكثر. فهذه الأربع أطراف مرتبطة مع سالب المكتف، هذا الطرف هنا، هذا الطرف أي الرابع مرتبط مع المحول، الملف الأساسي في المحول. يتبقى لنا طرفين هنا، جيد، هذين الطرفين، هذين الطرفين. لاحظ هذا هنا أي الثاني مرتبط مع موجب المكتف، موجب المكتف وهذه المقاومة، ثم هذا الضيوط إلى الملف الثانوي في الجهة الأولية للمحول. بينما الطرف الأول كما ترون مرتبط مباشرة مع الأوبتو كابلر. جيد، إذا أعدنا سردها بالطريقة العادية، الطرف الأول مرتبط مع الأوبتو كابلر، الطرف الثاني مع موجب المكتف الصغير والضيود والملف الثانوي في المحول، الطرف الثالث مع الملف الأساسي في المحول، الرابع الخامس أو الرابع من المحول، الخامس السادس السابع الثامن مع سالب المكتف الكبير. إذا يمكنك تخمين الأطراف والإجابة إن كان يعني تخمينك صحيح أم لا. إذا الأطراف هي كالآتي: الطرف الأول هو عبارة عن فيدباك، الطرف الثاني عبارة عن في سي سي، الطرف الثالث عبارة عن دران، أو الرابع عبارة عن دران لأن الثالث مفصول، الرابع عبارة عن دران، وهذه الأطراف عبارة عن سورس. هذا كان كل ما لدينا في هذا الفيديو، أتمنى من صميم القلب أن أكون قد أفدتكم ولو بشيء القليل. طبعا الهدف كان هو إبراز أن هذا الإي سي الصغير يعني ليس دائما يشكل منظومة، وإنما يمكن أن يضم منظومة، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر في عملية التغييرات والتبديلات وفحص المسارات. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم المنتدى سفيان، إلى اللقاء.